بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة ياسمين مجدي، والنهاردة هنكمل محاضرات مقرر مراجعة واحد. النهاردة هنبدأ في المحاضرة ان احنا نتكلم على الفصل الرابع، والفصل الرابع عنوانه عملية المراجعة، والفصل ده بينقسم إلى عدة أجزاء. لو جينا شفنا أجزاء اللي بيتكون منها الفصل ده، هنلاقي ان الفصل ده بيتكون من 1 تخطيط أعمال المراجعة والإشراف عليها ورقابتها، 2 أدلة الإثبات، 3 التوثيق وأوراق العمل، 4 علامات المراجعة. النهاردة احنا نتكلم على أدلة الإثبات باعتبارها زي ما قلنا في المحاضرة الأولى لما كنا بنعرف المراجعة، إن أدلة الإثبات هي العمود الفقري لمهمة المراجعة أو لخدمة المراجعة. تعالوا نعرف إيه هي أدلة الإثبات وتعريف أدلة الإثبات. تمام، قبل ما نتكلم على تعريف أدلة الإثبات، لو نفتكر كمان لما اتكلمنا عن معايير المراجعة المتعارف عليها، قلنا إن المعيار الثالث من معايير العمل الميداني قال إن لازم المراجع يحصل على قدر كافي من أدلة الإثبات عن طريق الفحص والملاحظة والاستفسارات والمصادقات كأساس سليم بيستند عليه في التعبير عن الرأي في القوائم المالية موضع الفحص. يبقى إذن المراجع مش هيقدر يدي الرأي في القوائم المالية إلا إذا جمع أدلة الإثبات. طيب تعالوا نعرف ايه هي أدلة الإثبات، وهي أنواع أدلة الإثبات، وايه كل نوع بنستخدمه ازاي. أول حاجة تعريف دليل الإثبات. دليل الإثبات لو كنا اتكلمنا على ان هنلاقي ان الكلمة أدلة الإثبات مقسومة لجزئين، الدليل والإثبات. الدليل أو القرينة لو جينا عرفناها هي الحقائق اللي بتقوم في ذهن الإنسان في سبيل تمكينه من الفصل في مسألة متنازع عليها. يعني في ذهنك لازم تكون في حقيقة موجودة، الحقيقة دي هتقدر عن طريقها تدي رأي في مسألة عليها نزاع. يبقى ده أول جزء من كلمة، من عبارة أو من جملة أو من المصطلح أدلة الإثبات. الجزء الثاني الإثبات. ولو جينا عرفنا في الإثبات في المراجعة هو إن إحنا بنقيم، تمام، أو جينا عرفنا أدلة الإثبات في أو الإثبات في المراجعة هو إقامة الدليل على صدق او عدم صدق معلومه بتحتويها القوائم الماليه. يبقى انا الاثبات في المراجعه اثبت، يعني ايه؟ يعني اكد او انفي، اصدق او ارفض معلومه موجوده في القوائم الماليه. طيب ادله الاثبات في المراجعه بقى هي كل الحقائق والمعلومات اللي بيعتمد عليها المراجع عشان يوصل لقناعه معينه. يبقى اذا هي البرهان او بتقدم البرهان، وبالتالي بتساهم في انها تكون راي سليم قائم، او بتخلي المراجع تساعد المراجع ان هو يكون راي سليم قائم على اسباب موضوعيه. طيب تعريف ادله الاثبات بقى في المراجعه. ادله الاثبات في المراجعه هو استنباط المراجع نتيجه من امر ثابت او من حقيقه او من جمله حقائق بتمكنه من استخلاص راي في مساله معينه واقناعه بافصاح عن هذا الراي. يبقى المراجع نتيجه مجموعه حقائق او نتيجه من مجموع من امر ما هيثبت له هيستنبط راي، الراي ده او هيستنبط نتيجه، النتيجه دي هيقتنع ان هو لازم يدي راي فيها. خلاص، طيب ده تعريف ادله الاثبات. ايه هو قرار جمع ادله الاثبات؟ من اكتر القرارات اللي بتواجه المراجع هو ازاي يحقق او ازاي يحدد انواع وكميات واحجام ادله الاثبات اللي لازم يجمعها عشان يتأكد من مكونات القوائم المالية. يبقى هو عنده يحدد القرار ان هو يجمع دليل اثبات، مش قرار سهل، لا ده عايز يحدد نوع القرار ويحدد حجم الدليل ويحدد كمية الدليل اللي يجمعها، وبناء عليه يستنبط او يوصل لرأي معين، او بيوصل لرأي في صحة او عدم صحة المعلومات الواردة في القوائم المالية. تمام، القوائم المالية طبعا او القرار ده بنقسمه لأربع قرارات. أول قرار أي إجراءات مراجعة هيتم استخدامها، يعني بنحدد نوع الإجراءات. تاني قرار ما هو حجم العينة اللي هتتم اختياره عشان أجري إجراء معين. يبقى حدد حجم العينة. يبقى أول حاجة إيه اللي المفروض أعمله أو إيه الإجراءات اللي هاخدها، دي حاجة. حاجة تانية إيه حجم العينة اللي هاخده عشان يساعدني في إجراء الإجراء اللي أنا حددته في الخطوة الأولى. يبقى الخطوة الأولى حدد الإجراء، الخطوة الثانية حدد حجم العينة اللي تساعده في اتخاذ هذا الإجراء. الخطوة الثالثة مفردات العينة، إيه هي البنود اللي هيختارها من المجتمع. الخطوة الرابعة إمتى يعمل الإجراءات دي. خلاص، يبقى الخطوة الأولى تحديد نوعية الإجراءات، الخطوة الثانية تحديد حجم العينة، الخطوة الثالثة اختيار مفردات العينة، الخطوة الرابعة توقيت الإجراء ده. طبعا حجم العينه ومفردات العينه المصطلحات دي بالنسبه لنا غريبه، ان شاء الله في المقرر مراجعه 2 هنعرف يعني ايه حجم العينه ونعرف ايه مفردات العينه، بس خلينا نتكلم
بشكل بسيط هنفصصها على الدفعة عندنا. لو احنا قلنا ان دفعة مراجعة واحد او جروب مراجعة واحد خلاص فيهم 20 طالب، انا عايزة اعرف اعمل بيان او اخد رأيي او صحة اذا كان فعلا الطلبة الخاصين او يبقى المجتمع بتاعي كله هو ال20 طالب بتاع مراجعة واحد او المنتسبين لمقرر مراجعة واحد. طيب يبقى ده اسمه المجتمع. طيب هحدد بقى حجم العينة. انا عايز اقول ان المجتمع ده اللي هو مجتمع مراجعة واحد قدر يعرف او قدر يفهم مقرر مراجعة واحد، فهاخد مش هينفع اعمل التجربة بتاعتي او الاجراء بتاعي لل20 طالب، فانا لازم اخد شوية من ال20، اخد عدد مهم من ال20 طالب دول العينة بتاعتي. يبقى مثلا هقول انا العينة بتاعتي عشان اثبت صح وجهة نظري هاخد 5 طلبة من ال20. خلاص طيب يبقى ده انا كده حددت حجم العينة. طيب اول حاجة نوع الاجراء ان انا هبص على درجات الطلبة او اعمل كويز للطلبة، يبقى ده الاجراء. حددت حجم العينة عندي 5 من ال20. مفردات العينة بقى هجيب مثلا الطالب اللي جاي في امتحان الميد ترم 10 والطالب اللي جاي في امتحان الميد ترم 15، هجيب من الخمسة دول هاخد 5 من ال20 دول هاخد 5 افراد ممثلين للعينة، فدول مفردات العينة بتاعتي. توقيت الاجراء بقى ان انا مثلا هعمل الكويز ده بعد امتحان الميد ترم باسبوع او قبل امتحان الفاينل باسبوع وهكذا. تمام ده اللي هو الاجراءات او القرارات، وده معنى العينه ومفردات العينه، هنعرفها بشكل اوضح في المقرر مراجعه 2 ان شاء الله. طيب انواع ادله الاثبات، احنا قلنا خلاص هو هياخد القرار، لازم بقى يبدا يحدد نوع دليل الاثبات اللي عندي. انا عندي 8 انواع اكثر شيوعا في كتابات المراجعه واكثر شيوعا في الاستخدام، عندي 8 انواع من انواع ادله الاثبات. عندي دليل وجود الفعلي الذاتي او اسلوب الجرد العملي، عندي دليل الدقة المستندية وأسلوب الفحص المستندي، عندي كمان أسلوب دليل القراءات المكتوبة القراءات المكتوبة من الغير وأسلوب المصادقات، عندي كمان أدلة مستمدة من الاستفسارات والملاحظات زي دقة نظام الرقابة الداخلية وأسلوب الاستفسارات والملاحظات، عندي دليل وجود الارتباطات والعلاقات المنطقية وأسلوب الإجراءات التحليلية، عندي كمان دليل الشهادات الإدارة وأسلوب المصادقة المكاتبات والاستفسارات، عندي دليل الدقة المستندية وأسلوب الفحص المستند لإعادة العمليات، وأخيرا عندي دليل العمليات اللاحقة لتاريخ الميزانية وأسلوب الفحص الانتقادي. دي عندي اللي هي أدلة الإثبات أو أنواع أدلة الإثبات. تعالوا بقى نشوف نشرح كل نوع بشكل دقيق وبشكل أكثر تفسيرا عشان نشوف إزاي بقدر أحصل على كل نوع من الأنواع دي. تمام، أول نوع عندي اللي هو دليل الوجود الفعلي أو الذاتي وأسلوب الجرد العملي. يعني ايه دليل الاسلوب دليل الوجود الفعلي او الذاتي؟ يعني انا بتاكد من الوجود الفعلي للعنصر او الشيء اللي بيمثله رصيد الحساب محل المراجعه. يعني مثلا على سبيل المثال اذا كانت النقديه اللي بتظهر في الدفاتر هي 10,000 جنيه، فاذا عندي الدليل الوجود الفعلي عندي ان انا ابص على المبلغ ده في الخزنه، ولو المبلغ موجود يبقى ده بيعد قرينه او دليل على صحه العنصر ده. خلاص طيب الوجود الفعلي عندي من اهم ادله الاثبات اللي بيعتمد عليها المراجع لما يجي يفحص، ونخلي بالنا اما يجي يفحص الاصول الملموسه زي النقديه، المخزون، الاوراق الماليه، اوراق القبض، الاصول الثابته الملموسه، يبقى ده بدليل موضوعي بيوفر التاكيد عن كميه الاصل، العدد او الحجم او الوزن، ووصف الاصل، وحاله وجود الاصل. خلاص يبقى هو اذا بنستخدمه في الاداء في الاصول الملموسه الثابته او المتداولة الملموسة. طيب طبعا الدليل ده قوي جدا وموضوعي جدا، لكن ما بيحققش كل اهداف مراجعة البند ده، لان هو بيحقق هدف واحد بس اللي هو هدف الوجود، ان هو فعلا ال 10,000 جنيه اللي انا موجودين في الخزنة موجودين، لكن هدف زي الحقوق والالتزامات اللي هي ملكية الاصل والتقييم سلامة العرض والفحص كل دول مش بيحققهم. خلاص ممكن مثلا البضاعة الموجودة في الخزنة، اسف البضاعه الموجوده في المخزن ممكن ما تكونش مملوكه للشركه او للمنشاه، فاذا دليل وجود موجود ولكن الملكيه او الحقوق والالتزامات والتقييم مش موجوده. انا مقيمه المخزن ب 10,000 جنيه، البضاعه الموجوده عندي ممكن تكون لا هي مش ب 10 هي ب 12، فالتقييم صحه التقييم مش موجوده. خلاص كمان عندي احنا قلنا هو بيصلح بس للاصول الملموسه بس، يعني مش لكل الاصول، لكن الاصول غير الملموسه زي شهره المحل مثلا او براءه الاختراع ده ما اقدرش احققها عن طريق الوجود الفعلي، ما اقدرش اثبتها عن طريق الوجود الايه الفعلي، يبقى ده اسلوب الدليل الوجود الفعلي. طب اسلوب بقى الجرد العملي، عشان المراجع
يحصل على دليل الوجود الفعلي، خلاص يبقى لازم يقوم بإيه؟ بجرد عملي للعنصر محل المراجعة، سواء من خلال الوزن أو العدد أو الحجم. المراجع طبعا ممكن يقوم بالجرد ده بنفسه أو أحد مندوبين، اللي ممكن زي الأوراق المالية. في الحالات طبعا السهل إن احنا نعمل فيها زي الأوراق المالية، سهل إن أنا أعد كام ورقة عندي، أو إن هو يخلي أحد المندوبين بتوعه يشرفه على الجرد اللي بيقوم بيه إيه؟ موظفين الشركة أو موظفين العميل. طيب يبقى أنا عشان أحقق دليل الوجود الفعلي لازم أعمل أسلوب الجرد العملي، وأسلوب الجرد العملي عشان يوفر دليل إثبات دقيق لازم أراعي أول حاجة حضور الجرد، يعني المراجع أو أحد المندوبين الخاصين بيه أو أحد مندوبيه بيحضروا عملية الجرد وبيشرفوا على الجرد اللي بيعملوه الموظفين. تاني حاجة عندي القدرة على التعرف على الشيء محل الجرد وتمييزه عن غيره. أنا بعمل مثلا جرد على بضاعة، مثلا على منتج معين في المخزن، يبقى لازم اعرف اقدر اتعرف على المنتج ده او المخزون ده واقول ان ده مختلف عن بقية الحاجات اللي انا عايز اعمل لها جرد. كمان لازم يتعرف على حالة الاصل محل الجرد، يعني حضرتك هتعمل جرد للمكاتب مثلا او للالات، فانت لازم تعرف الالات دي اهلاكها ايه او وضعها ايه او استخدامها ازاي، حالتها ايه، جودتها ايه. طبعا ممكن يستعين او ليه حق ان هو يستعين باهل الخبره الفنيه في الموضوع ده، وطبعا مش خبير فني في الالات، فممكن يجيب واحد يستعين بيه. مثلا المنتج البضاعه المخزون ده هو مش عارف اذا كانت مثلا البضاعه دي مظبوطه ولا لا، او المخزون ده متوافق مع المواصفات الفنيه ولا لا، فيجيب خبير مسؤول عن او مفهوم في الجزء ده. كمان حاجه لازم، يعني لو ينفع نكون الجرد مفاجئ، موظفين الشركه ما يعرفوش عنه، مفاجئ بالنسبه لهم، ما يعرفوش التاريخ، احنا مش هنيجي نجرد النهارده، لا احنا دلوقتي مش هنقول لهم احنا جايين نجرد يوم 20 مثلا، لا انا يوم 20 هاجي المخزن واقول لهم انا هجرد دلوقتي. خلاص. كمان حاجه لازم احقق الرقابه الفعاله على عناصر المماثله. يعني ايه؟ يعني المراجع قبل ما يبدا في عمليه الجرد لازم يفرض رقابه على العناصر اللي شبه العنصر محل الجرد واللي ممكن تحل مكانه. فمثلا لو الشركة عندها كذا خزنة للنقدية، فهيقوم مشمع كل الخزن اللي هي لو هو يفحص النقدية هيشمع كل الخزن ويفض التشميع بتاع الخزنة مباشرة اللي هو هيجرد دلوقتي. عندي 5 خزن، هجرد الخزنة، هشمع الخمسة، الخزنة رقم واحد هجردها دلوقتي، يبقى فك التشميع لحظة الجرد، وهكذا. تمام. دي اول دليل اثبات عندي اللي هو دليل الوجود الفعلي او الذاتي، واللي بنعمله عن طريق او بنحصل عليه عن طريق اسلوب الجرد العملي. طيب النوع التاني من أدلة الإثبات هو دليل الدقة المستندية، وبنحصل على هذا الدليل عن طريق أسلوب الفحص الإيه؟ المستندي. دليل الدقة المستندية هنا عندي اللي هو المستندات أو السجلات. المستندات الدقيقة واللي بتتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية والقانونية للمستندات والسجلات المحاسبية أو غير المحاسبية وكل مظاهرها وصورها، دي بتعتبر أدلة الإثبات اللي المراجع بيعتمد عليها لما بيجي يفحص ويراجع البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والقوائم المالية. المستندات دي بتوفر دليل عن دقة سجلات العميل، والنوع ده من الأدلة بيستخدم على نطاق واسع جدا في عملية المراجعة، وفي حالات نادرة جدا ده ممكن يكون هو النوع الوحيد المعقول والمقبول والمتاح من أدلة الإثبات. يبقى ان انا ابص على المستندات والسجلات المحاسبيه وغير المحاسبيه وكل الورق بتاعي، ده دليل اثبات مهم جدا، وبعض الاحيان بيكون هو ده الوحيد. طب بعمله ازاي؟ او المستندات دي عندي بتبقى ايه؟ المستندات دي عندي بتنقسم لنوعين. عندي مستندات خارجيه، ودي بتنشا من طرف خارج العميل زي مثلا فواتير الموردين، ودي بتعتبر دليل قوي جدا واكثر حجيه وبنعتمد عليها اكتر من المستندات الداخليه. المستندات الداخليه اللي هي من صنع اداره العميل زي فواتير البيع. خلاص. طبعا المستندات الداخليه بتكون اقل حجيه من ما اقدرش اعتمد عليها، وفي بعض الاحيان بتكون المستندات الخارجيه حجيتها اكبر وقوتها اكتر من بعض يعني عندي نوعين مستندات خارجيه، في بعض بيكون اقوى من البعض التاني، وبالطبع بتتعقل انها زي بوالص التامين مثلا او ممتلكات الاراضي او اتفاقات عقود مع البنوك، دي بتعد مع ناس متخصصين فبتكون حجيتها اكبر من اي حاجه تانية. خلاص. طيب المستندات والسجلات طبعا بتكون متاحة في صورة مادية وورقية، فبالتالي هي دليل موضوعي، وممكن تكون متاحة في صورة إلكترونية غير مرئية أو مادية. وطبعا وجود مستند قانوني وصحيح ومؤيد لكل عملية بالدفاتر مش معنى ده إن العملية بتحتوي على الأمانة والشمول،
دي معناها ممكن الإدارة في بعض الأحيان تتعمد إنها تخفي مستندات عندي أو تخبيها، وده طبعا بيترتب عليه إن الدفاتر ما تكونش سليمة. يعني معنى إن مش كل عملية متسجلة في الدفاتر ليها مستند إن كل العمليات اتسجلت فعليا. تمام. طيب احنا بنعمل بقى بنحصل على دليل الدقة المستندية ازاي؟ عن طريق اسلوب الفحص المستندي او المراجعة المستندية. المراجعة المستندية طبعا هو تطبيق اجراء الفحص المستندي عشان بس مش اتأكد من وجود مستندات مؤيدة للعمليات المسجلة في الدفاتر، ولكن اكتر اتأكد من وجود المستندات السليمة والقانونية والمستوفاة للشروط الشكلية والموضوعية، والتأكد من سلامة توجيه المعاملة الى ايديت المستندات، وسجل في الدفاتر المحاسبية، وسجل في الفترة المالية المختصة. والمستندات دي طبعا بتثبت ملكية العنصر وسلامة تقويمه، يبقى بتأكد الحقوق وتأكد الايه التقييم. خلاص تمام. يبقى انا هنا عندي الفحص الوجود الفعلي بيأكد دليل او هدف بيحقق هدف الايه هدف الوجود. تمام. اما الفحص المستندي والمراجعه المستنديه بيحقق هدف الحقوق والايه والتقييم. خلاص. الفحص المستندي ممكن اعمله باسلوب الفحص والتتبع للامام، وممكن اعمله باسلوب الفحص والتتبع للايه للخلف. يعني ايه؟ يعني ايه الفحص والتتبع للامام؟ يعني هنبدا العمليه بتاعتنا من بدايه الدوره المحاسبيه. العمليه حصلت، هجيب المستندات اللي بتعتمد عليها، وبعد كده اراجع صحه سلامتها وتجربة في دفتر اليوميه، وبعد كده ترحيلها لدفتر الاستاذ، وبعد كده قوائم الماليه. خلاص. ده تتبع من ايه؟ من التتبع والفحص للامان. خلاص. طيب لو المراجع لقى ان المستندات سليمه ومفيش ما اثبتتش في الدفاتر والسجلات، فده يعني عدم وجود اكتمال، وبالتالي ما حققناش هدف الايه الاكتمال. طيب اسلوب بقى الفحص التتبع من الخلف، احنا قفلنا الاسلوب التاني. احنا بنقفل اخر حاجه بنعملها قوائم ماليه. لا، اول حاجه هنفحصها هي القوائم الماليه. خلاص. وبعد كده يروح لدفتر الاستاذ، وبعد كده يروح لدفتر اليوميه، وبعد كده يشوف المستندات. يبقى ده من الخلف للامام. خلاص. يشوف المستندات عندي المؤيده. تمام. طبعا لو لقى ان في مستندات مؤيده ومش موجوده او غير سليمه، طبعا ده برضو بيكون في تحريفات في العنصر عندي. تمام. خلاص. ده عندي اللي هو الفحص المستندي او دليل الدقه المستنديه. الدليل التالت عندي هو دليل اقرارات المكتوبه من دليل اقرارات المكتوبه من الغير واسلوب المصادقات. يعني ايه دليل الاقرارات المكتوبه من الغير؟ ده دليل بياخده المراجع من طرف ثالث خارجي بتفيد او تنفي صحه ارصده الحسابات زي ما هي بدفاتر المنشاه. من ادله دي تعتبر طبعا من ادله وقرائن الاثبات القويه جدا. احنا قلنا من المستندات الخارجيه غالبا بتبقى قويه، وبالتالي انا عندي من الطرف الثالث طرف خارجي بيقول لي الارصده دي صحيحه ولا لا. طبعا الدليل ده ممكن نستخدمه من الناحيه النظريه في تحقق من ارصده الحسابات زي النقديه بالبنك، البضاعه لدى الغير، حسابات العملاء، اوراق الاب، حسابات الموردين، اوراق الدفع. لكن الدليل ده مرتفع التكلفه جدا، فغالبا بنستخدمه في حسابات البنوك وحسابات العملاء اوراق القبض. تمام. لكن ما بنستخدموش في تحقيق الاصول الثابته، لان ممكن نعتمد على ادله اخرى. طيب بنحقق الدليل ده او بنحصل على الدليل ده ازاي؟ عن طريق اسلوب المصادقات. والهدف من الاسلوب ده عندي ان انا احصل على اقرار مكتوب ممكن شفهي، بس يفضل يكون مكتوب من طرف خارجي بمدى صحه رصيد حسابه مع المنشاه. والمراجع ممكن يطلب من الإدارة إنها ترسل خطابات المصادقات تحت إشرافه إلى الطرف الخارجي، والرد بيكون مباشرة على مكتب المراجع. يعني الإدارة هي تبعت الطلب والرد بيكون على مكتب الإيه المراجع، عنوان مكتب المراجع. طبعا عندي مصادقات إيجابية، ودي مصادقات بترسل للطرف الخارجي وبطلب منه إن أنا أحققها، أتحقق من صحة رصيد وارد في مواقع الدفاتر ومدى مطابقته مع رصيد الظاهر بدفاتره. والمصادقة بتكون صورة إقرار كتابي مستقل او موجود بنفس خطاب المصادقه، بيبقى مباشره الى مكتب المراجع بيقول فيها اذا كان بيوافق على صحه الرصيد او بيرفضه، وبيبين اي ملاحظات بيراها ضروريه في حاله عدم الايه الموافقه. المصادقه النوع الثاني من المصادقات، النوع اللي هي المصادقه الايجابيه العمياء، ودي خطابات المصادقات بترسل للطرف الخارجي ما بنذكرش بيها اي رصيد او معلومات مطلوب المصادقه عليها، لكن بطلب منه ان هو يذكر الرصيد والمعلومات، وبعد كده المراجع بيطابق الرصيد او المعلومات اللي جاي من الطرف من الطرف الخارجي مع الوارد عنده في الدفاتر. يعني الاسلوب الاولاني ان انا ببعت له اقول له ها الرصيد ده صح ولا غلط، يعني ولا انت عندك ملاحظات عليه. النوع الثاني لا، انا بقول له انا عايزك تبعت لي بس الرصيد وانا ما ببعتلوش حاجه. النوع الثالث المصادقه السلبيه بقى، ودي خطابات مصادقات بترسل للطرف الثالث
وبطلب منه التحقق من صحة الرصيد الوارد بواقع الدفاتر، وبيقوم طبعا بالمصادقة وإرسال رد مشرف المكتب مراجعة، وبيرسل رده بس إذا كان لا يوافق على صحة الرصيد. يبقى أنا عندي مصادقات الإيجابية ببعت له الرصيد وأقول له إذا كنت موافق، وإذا كنت موافق على صحة الرصيد ولو ليك أي ملاحظات. المصادقات الإيجابية العمياء أنا ببعت له أقول له إيه الرصيد عندك إيه وبطبقه باللي عندي. المصادقات السلبية ببعت له أقول له رد عليا بس في حالة إن أنت مش إيه مش موافق. خلاص. طيب ده الأسلوب الثالث أو ده الدليل الثالث من أدلة الإيه الإثبات. الدليل الرابع دي أدلة مستمدة من الاستفسارات والملاحظات زي دقة نظام الرقابة الداخلية وأسلوب الاستفسارات والملاحظات، تمام، اللي هو دليل دقة نظام الرقابة الداخلية. وهناخد إن شاء الله في المحاضرة التاسعة إيه هو نظام الرقابة الداخلية، وده موجود في الفصل الثالث هنناقشه بالتفصيل في المحاضرة التاسعة عندي. طب إيه هو دليل نظام الرقابة الداخلية؟ إحنا بنقول إن وجود نظام سليم وفعال للرقابة الداخلية سواء على مستوى الكلية الشركة ككل أو على مستوى عنصر معين، ده في حد ذاته قرين على انخفاض خطر الرقابة. خطر الرقابة، خطر إن نظام الرقابة الداخلية اللي هو بيمنع حدوث الغش والأخطاء يكون يفشل في منع الغش والأخطاء. فمعنى ان انا عندي نظام سليم يبقى انا كده فعلا بينخفض خطر الرقابه، تمام. وده دليل كمان على ان انا عندي انتظام للدفاتر والسجلات وانخفاض احتمالات وجود الغش والاخطاء بيها. طبعا لو النظام ضعيف او غير فعال فده بيعتبر دليل على ارتفاع احتمالات الاخطاء والغش بالايه بالدفاتر. طب انا بحصل على دليل دقه نظام الرقابه ازاي؟ عن طريق اسلوب الاستفسارات، يعني بحصل على المعلومات اللازمه عن الرقابه الداخليه من خلال الاستفسارات الشفويه والمكتوبه الموجهه الى موظفي العميل، وطبعا باساليب اخرى زي الملاحظه والفحص المستندي والردود على الاستفسارات والاسئله. واسلوب الاستفسارات غالبا بيستخدم في الاستفسار من العميل على اي امور تانية خلاف الرقابه الداخليه بتصادف العميل اثناء عمليه المراجعه وبتحتاج الى ايضاح او تفسير من العميل. طيب ادله الاثبات المستمده من الاسلوب ده ادله غير موضوعيه وغير ايجابيه ولازم احذر وانا بعتمد عليها. يبقى اسلوب الاستفسارات ليه بحذر؟ لان هو بيعتمد على الحكم الشخصي، المراجع هو بيفسر بمزاجه الردود على الاستفسارات وبيرد واستنتاجات الدليل منها. تاني حاجه عندي هي مستمده من موظفي العميل اللي هم عندهم دوافع، ممكن تكون عندهم دوافع في التحيز في الرد على الاستفسارات، وبالتالي هي ادله مستمده من مصدر غير مستقل. عشان كده احنا بندعم الدليل ده بالادله والمستندات المؤيده واسلوب الملاحظات الفعليه. ايه بقى اسلوب الملاحظات الفعليه ده؟ يعني المراجع هيستخدم حواسه وخاصه النظر والاطلاع في تقييم العديد من الامور اللي ممكن تاثر في الرقابه الداخليه وعمليه المراجعه، زي مثلا ملاحظه مدى تقادم المخزون والالات عند الجرد، ملاحظه موظفي العميل اللي بيؤدوا المهام المحاسبيه، يعني الراجل المفروض ان هو يؤدي مهمه معينه بيؤديها ولا لا، تمام. طيب ده الاسلوب الرابع اللي هو او الدليل الرابع اللي هي ادله دليل دقه نظام الرقابه الداخليه. الدليل اللي بعد كده هو دليل وجود الارتباطات والعلاقات المنطقيه واسلوب الاجراءات التحليليه. هناخد اسلوب الاجراءات التحليليه بتفصيل دقيق فصل كامل في المقرر مراجعه 2، ولكن هنا لانه احد ادله الاثبات فاحنا هندرسه بشكل مبسط. طيب الارتباطات والعلاقات بين البيانات وخاصة المالية بصورة طبيعية ومنطقية، يعني بيؤدي إلى زيادة الثقة لدى المراجع، وده دليل من أدلة بيعتمد عليها المراجع. يعني المراجع مثلا لو قال إن في ارتباط بين إيرادات المبيعات ومجمل الربح فبالتالي متوقع إن الارتباط ده هيظل موجود. طيب في حالة عدم بقى تحقق الارتباطات ده فده بيثير تساؤل المراجع ويبدأ المراجع يدور عن الأسباب اللي أدت لمفيش ارتباط أو مفيش علاقة ما بين البيانات اللي موجودة معاه. طب بيعمل ده عن طريق ايه؟ عن طريق اسلوب المراجعه الاجراءات التحليليه اللي هو التحليل المالي او المقارنات، عشان يحدد مدى وجود الارتباطات والعلاقات المنطقيه في البيانات محل الفحص المراجع هيستخدم الاجراءات التحليليه او اللي احنا بنسميها التحليل المالي. لو انتوا خدتوا تحليل القوائم الماليه او هتاخدوها الترم الجاي ان شاء الله هتعرفوا ان التحليل المالي ده هو علاقات وارتباطات، فاحنا هو المراجع بيستخدم اسلوب التحليل المالي عشان يوصل للعلاقات والارتباطات دي، وبيقارن المقارنة بالعنصر قيمة العنصر محل المراجعة مع القيمة المتوقعة لي. يعني مثلا بيقارن نسبة مجمل الربح في السنة الحالية مع السنة السابقة أو مع نسب الصناعة، بيقارن نسبة بنود المصروفات مثلا إلى الإيرادات العام ده أو الأعوام السابقة. خلاص دليل إثبات المستمد من أسلوب الإجراءات التحليلية شائع الاستخدام جدا في الواقع العملي، وخاصة مع استخدام زيادة استخدام الحاسب الآلي. وممكن نستخدم أسلوب الإجراءات التحليلية في إن احنا نفهم
اعمال وصناعه العميل، ان احنا نحدد قدره المنشاه على الاستمرار في المستقبل، ان احنا نشوف احتمالات وجود التحريفات في القوائم الماليه، ان احنا نخفض اجراءات او اختبارات المراجعه التفصيليه. تمام، خلاص ده الدليل الخامس. عندي هو دليل الدقه الحسابيه واسلوب وبنعمله عن طريق الاسلوب الفحص الحسابي او اعاده العمليات. تمام، دليل الدقه المحاسبيه، الدقه الحسابيه العمليات الحسابيه مرتبطه باعداد المستندات واثبات دفاترها وترحيل وترصيد الحسابات. دليل على لو انا عندي في ارتباط في المستندات والترحيل والتثبات والترصيد، فده دليل ان انا في انخفاض في الاخطاء المحاسبيه المتعمده وغير المتعمده، والدليل ده بيرتبط بتاكيد التقويم وصحه العمليات الماليه. خلاص، طب بنعمله ازاي؟ بنعمله عن طريق اسلوب الفحص الحسابي او العمليات. يعني المراجع عشان يقدر يحصل على دليل الدقه الحسابيه هيقوم بخطوات الفحص الحسابي ويعيد العمليات الرياديه والحسابيه سواء كانت بسيطه او معقده. يعني لو هنجمع صافي المبيعات ناقص تكلفه المبيعات مقابل الربح، يعمل هو العمليه دي، يعملها، يجمع العميل ده يبدا يعمل هو العمليه ويجمع ويشوف. خلاص، المراجعه دي بنسميها المراجعه الحسابيه لان احنا بنفحص المستندات والدفاتر والسجلات والكشوف المحاسبيه واتاكد من صحه العمليات والحسابات الوارده من الناحيه الحسابيه، جمع وطرح، وبالتالي باخد الدليل عندي. خلاص، الفحص الحسابي بعيد العمليات الحسابيه زي ما قلنا، جمع وطرح وضرب وقسمه، وبتتبع عمليات نقل الارقام من مكان للتاني، وانها كل مره سجلت بنفس المبالغ، وبطابق ما بين المبالغ في مكان او دفتر او كشف معين مع مكان او دفتر او كشف تاني. فمثلا لو انا عايز اتاكد ان دفتر ان قيمه المبيعات اتنقلت صح من اليوميه، فببص على دفتر اليوميه وببص على دفتر المبيعات وببص على دفتر الاستاذ وهكذا. خلاص تمام، ده عندي اللي هو اسلوب الايه، الفحص المستندي، او اسف الفحص الحسابي ودليل الدقه الحسابيه. الدليل اللي بعد كده هو دليل شهادات الاداره، وبحصل عليه عن طريق اسلوب المكاتبات والاستفسارات. دليل شهادات الاداره يعني ايه؟ يعني المراجع ممكن يلجا للاداره ويطلب منها انها تقدم شهادات واقرارات مكتوبه ومعتمده منها عشان تاكد او صحه بعض الامور والحقائق المثبته بالدفاتر والسجلات. من أمثلة ده شهادة الأصول الثابتة، إنها بتقر فيها بالإضافات اللي تمت على الأصول الثابتة خلال الفترة وسلامتها، شهادة عن صحة الجرد وتقويم المخزون وفق المعايير المتعارف عليها. الشهادات والإقرارات المكتوبة من الإدارة دي بنطلق عليها خطاب التمثيل، وبتعتبر دليل إثبات بيعتمد عليه المراجع عند الأخذ في اعتبار انخفاض درجة المصداقية. يعني المفروض هو عارف إن مصداقية الدليل ده ضعيفة لأن هو مصدر داخلي من الإدارة، وممكن الإدارة تلعب وتتحيز في البيانات والشهادات عندها. وبالتالي لازم لما هياخد دليل الشهادات الإدارة أو خطاب التمثيل ده لازم يدعمه بدليل إثبات تاني. تمام، زي شهادة الجرد مثلا، ممكن هو يعمل اختبارات جرد على بعض الأصناف ويقارنها بين اللي بيوصله وما بين اللي موجود في شهادة الجرد اللي طالعة منين من الإدارة. طيب، أسلوب المكاتبات بقى. أسلوب المكاتبات ده هو استخدام ان الاسلوب ده ممكن استخدامه عشان احصل على الشهادات المكتوبه من الاداره، وهو توجيه مكاتبه او خطاب للاداره موضح فيه الامر او الاستفسار، واطلب ردها عن في صوره شهاده او اقرار كتابي، واوضح مدى سلامه الامور دي ومسؤوليتها ايه عنها. تمام، اخر دليل عندي هو دليل عمليات اللحق لتاريخ الميزانيه، واسلوب بنعملها عن طريق اسلوب الفحص الانتقادي. دليل العمليات اللاحقة ان انا بربط ما بين عدالة الربط القوائم المالية عن فترة محل المراجعة والاحداث اللاحقة اللي بتحدث خلال بداية الفترة المالية، وبحدد تأثيرها على العدالة دي. يعني ان معروف احنا بنعمل عملية المراجعة وبالعمل الميداني وقبل ما نصدر التقرير. تمام، ممكن الحكاية دي تاخد فترات شهور بعد انتهاء الفترة المالية، ممكن خلال الفترة دي بيحدث فترة لاحقة احداث وعمليات، دي بنطلق عليها الاحداث اللاحقة، ممكن تأثر على عادات القوائم المالية، وبالتالي لازم مراجع ياخد يكون او يشكل دليل او قرين او قرينة على اثبات عدم صحة عناصر القوائم المالية عن فترة محل المراجعة بعد الانتهاء الفترة المالية. يعني مثلا على سبيل المثال، ممكن في قائمة المركز المالي يظهر في نهاية الفترة محل المراجعة التزام لأحد الدائنين بمبلغ 5000 جنيه. بعد كده المراجع خلال الفترة بالفحص بتاعه او الفحص الانتقادي بيكتشف ان هو تم اعداد القوائم المالية الفترة اللاحقة لعدد القوائم المالية، احنا حررنا شيك للدائن ده بنفس المبلغ عشان نسدد الالتزام، فالشيك ده بيعتبر دليل مبدئي على صحة الالتزام ده، يبقى انا كده عملت فحص ايه، انتقادي عشان اتأكد. تمام، ممكن المراجع برضو يتأكد من تحقيق احد الديون الكبيرة المستحقة على احد المدينين، وازاي قابلية الدين ده للتحصيل في تاريخ المركز المالي، يبقى بيتتبع ظهور استلام المبلغ ده في الفترة اللاحقة في دفتر اليومية وكشف حساب البنك.
لو وجد ان المدين فعلا سدد فده بيعتبر دليل في كشف البنك على او في دفتر النقديه دليل على صحه الدين في تاريخ المركز الايه المالي. اسلوب الفحص الانتقادي بقى هو استخلاص واستنتاج الدليل العمليات والاحداث اللاحقه. المراجع عشان بيستخدم اسلوب الفحص الانتقادي وبيقصد بيه ان هو بيعمل فحص سريع خاطف من مراجع على درجه عاليه من التيقظ والخبره للدفاتر والسجلات من المراجع، واللي بتحتوي هذه الدفاتر والسجلات على امور وبنود شاذه او غير عاديه ممكن اكشف عنها بربط احداث الفتره ببعضها البعض او بالاحداث اللاحقه في الفتره الماليه التاليه. تمام، دول كده عندي اللي هم انواع ادله الاثبات واساليب الحصول عليها. الجدول ده عندي بيلخص انواع ادله الاثبات واساليب الحصول عليها، يعني الوجود الفعلي هحصل عليه عن طريق الجرد العملي، الدقه المستنديه للمستندات والسجلات هحصل عليها عن طريق الفحص المستندي او المراجعه المستنديه، الدقة المحاسبية وإعادة العملية هحصل عليها عن طريق الفحص الحسابي أو المراجعة الحسابية، الإقرارات المكتوبة من الغير هحصل عليها عن طريق المصادقات، الشهادة المكتوبة من الإدارة هحصل عليها عن طريق المكاتبات، الأدلة المستمدة من الاستفسارات والملاحظات هحصل عليها عن الاستفسارات والملاحظات، الارتباطات والعلاقات هحصل عليها عن طريق الإجراءات التحليلية أو التحليل المالي، وأخيرا الأحداث اللاحقة هحصل عليها عن طريق الفحص الانتقادي أو المراجعة الانتقادية. طيب ايه بقى تكلفة أدلة الحصول على أدلة وأساليب الإثبات؟ أول حاجة أكتر أساليب الإثبات ارتفاع في التكلفة هي الوجود الفعلي وأسلوب الجرد العملي والإقرارات من الغير وأسلوب المصادقات، دول أكتر أساليب مرتفعة في التكلفة. أما المتوسط التكلفة فهي الأدلة المستندية والإجراءات التحليلية. أما منخفض التكلفة فهي الأدلة المستمدة من الاستفسارات والملاحظات والدقة المحاسبية والأحداث اللاحقة وأسلوب الفحص الانتقادي وشهادات الإدارة. تمام، يبقى التمانية منقسمين ما بين مرتفع التكلفة ومتوسط التكلفة ومنخفض التكلفة. بكده تكون انتهت المحاضرة الخاصة بالجزء الأول من الفصل الرابع الخاص بأدلة الإثبات. اتكلمنا فيه على 8 أنواع لأدلة الإثبات: الوجود الفعلي، الدقة المستندية، الدقة المحاسبية، الإقرارات المكتوبة من الغير، الشهادة المكتوبة من الإدارة، الأدلة المستمدة من الاستفسارات والملاحظات والارتباطات والعلاقات والأحداث اللاحقة. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على برنامج المراجعة والتوثيق وأوراق العمل. شكراً.